متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. يعد الدوري الإسباني متسلحا بقطبي ريال مدريد وبرشلونة من أكثر الدوريات استقرارا في العالم على جميع الأصعدة، وهو ما يجعله جاذبا للنجوم بشكل دائم. وعلى مر تاريخ تلك البطولة قامت الأندية الإسبانية بإبرام العديد من الصفقات، بعضها كانت بمبالغ ضخمة وصاحب حدوثها ضجيج إعلامي كبير، لكنها خيبت الآمال وظهرت بشكل سيء، انتهى بالرحيل بمبالغ زهيدة، ما تسبب في خسارة الأندية لأموال كبيرة في وقت قياسي. لذا استعدوا متابعي ميد سبورت كي تتعرفوا على قائمتنا لأسوأ 10 صفقات في تاريخ الدوري الإسباني بمعيار الخسارة المادية للأندية في المقام الأول، ثم سوء أداء اللاعب. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. جوناثان وودغيت، بعد تألقه اللافت مع ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بين عامي 1998 و2004، اشتعل الصراع بين كبار القارة العجوز للحصول على خدمات المدافع الإنجليزي قبل أن ينجح ريال مدريد في خطفه في صيف 2004 مقابل 18 مليون يورو. وسط توقعات الكثيرين بأن يكون وودغيت هو الرجل الأنسب لإعادة هيبة الدفاع المدريدي، غير أن الصفقة كانت أسوأ مما يتوقع أشد المتشائمين، فاللاعب أصيب طوال موسمه الأول ولم يظهر في أي مباراة، وفي موسمه الثاني خاض أول مباراة له أمام أتلتيك بلباو، فسجل هدفا في مرماه وتعرض للطرد. ومع استعادته للثقة بشكل تدريجي ضربته إصابة جديدة أنهت مسيرته مع الريال بعد 9 مباريات فقط شارك بها في الليغا، ولم يجد ريال مدريد حينها مفرا من إعارته لميدلزبرا في صيف 2006، وبعد عام تركه يرحل نهائيا لنفس الفريق مقابل 9 ملايين يورو، أي بنصف مبلغ انتقاله. توماس فيرمايلين، في صيف 2014 قرر برشلونة التوقيع مع المدافع البلجيكي قادما من أرسنال، وعلى الرغم من أن مسيرته مع المدفعجية كانت مصحوبة ببعض الإصابات، إلا أن النادي الكتالوني قرر أن يغامر بضمه مقابل 19 مليون يورو، وهناك لم يسلم اللاعب من شبح الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في معظم المباريات. وفي 2016 أعير إلى روما قبل أن يعود في الموسم التالي، لكن شيئا لم يتغير، وواصل رحلته مع الإصابات أو التواجد كبديل، ووصل عدد مشاركاته ل 34 مباراة فقط في الليغا خلال 4 مواسم، ليقرر النادي الكتالوني عدم التجديد له بعد انتهاء عقده هذا الصيف. ومؤخرا انضم اللاعب إلى فيصل كوبي الياباني مجانا. إلفير باليتش، الجناح البوسني بصم على مسيرة رائعة في حقبته مع ناديي بورساسبور وفنربخشة التركيين بين عامي 1995 و1999، ما دفع ريال مدريد لضمه في صيف 1999 مقابل 26 مليون يورو. وهناك فشل باليتش في ترك أي تأثير مع كتيبة الميرينجي، ولم يستطع الظهور بمستواه المعهود، حيث سجل هدفا يتيما في أول مواسمه مع الملكي، وتسببت الإصابات المتكررة في رحيله عن سانتياغو برنابيو وعودته إلى فنربخشة من جديد كمعار في عام 2000، وتجددت إعارته إلى رايو فايكانو في الموسم التالي حتى جاء صيف 2002، لينتقل اللاعب في صفقة انتقال حر لصفوف غلاتاسراي، ويخسر ريال مدريد مبلغ انتدابه كليا. بعد ذلك دخل اللاعب دوامة من الانتقالات مع عدة أندية تركية انتهت باعتزاله المستديرة عام 2008. ألكسندر هليب، الجناح البيلاروسي قدم أداء مبهرا جذب أنظار الجميع مع أرسنال على مدار 3 مواسم، وفي صيف 2008 نجح برشلونة في ضمه مقابل 17 مليون يورو. حليب ذهب إلى كامب نو بجسده، لكنه ترك قدراته الفنية ومهاراته وكل شيء في لندن، فظهر ضعيفا فاقدا للياقة والروح. صحيح أنه فاز بثلاث ألقاب منها دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يستطع يوما التأقلم على الأجواء هناك، وخيب كل الآمال التي صاحبت قدومه، ولم يسجل أي هدف في 36 مباراة في أول مواسمه، ليقرر النادي إعارته لعدة أندية قبل أن يفسخ عقده في يناير 2012 ويخسر مبلغ انتدابه كاملا. والتر سامويل، خلال فترة تواجده مع روما بين عامي 2000 و2004، قدم المدافع الأرجنتيني مستويات رائعة، وحظي بشبه إجماع من المتابعين أنه من بين أفضل مدافعي العالم، وحينها لم يتردد ريال مدريد في دفع مبلغ 25 مليون يورو في صيف 2004 للحصول على خدماته.
ولكن يبدو أن الدوري الإسباني لم يكن مناسبا لسامويل، حيث تغير كل شيء مع مدريد ولم يعبر عن نفسه بالصورة المنتظرة، وكان يتفنن في الحصول على البطاقات الملونة، كما تسبب في أخطاء كارثية كلفت الفريق الهزيمة في عدة مباريات، لتكون النتيجة بعد عام واحد فقط هي بيع اللاعب لإنتر ميلان مقابل 16 مليون يورو عام 2005، ليخسر الريال 9 ملايين يورو وعددا من المباريات المحلية والقارية بسبب التعاقد معه. والمثير للدهشة أن الدولي الأرجنتيني السابق استعاد بريقه في الكالتشيو وقدم مواسم رائعة مع النيراتزوري. أردا توران، النجم التركي وصل إلى ذروة تألقه مع أتلتيكو مدريد، ومع انتقاله إلى برشلونة في صيف 2015 تبدلت أوضاعه من النقيض إلى النقيض، حيث تعرض لإصابات عديدة ولم يقدم أي جديد في الأوقات التي شارك بها مع الفريق على مدار 3 أعوام، حتى أنه قضى آخر 6 أشهر له في كامنو دون أن يلمس الكرة، ليقرر النادي التخلص منه في يناير 2018 بإعارته إلى بارشاك شهير التركي. ومن المتوقع أن يرحل اللاعب نهائيا ومجانا عن البارسا في الصيف المقبل تزامنا مع نهاية عقده، وإذا أراد النادي التركي أو أي فريق شراءه نهائيا خلال الصيف الحالي فمن المؤكد أن الصفقة ستتم مقابل مبلغ زهيد جدا مقارنة بمبلغ انتقاله سابقا من أتلتيكو إلى البارسا والبالغ 35 مليون يورو بالإضافة ل7 ملايين كمتغيرات. دينيلسون دي أوليفيرا، الجناح البرازيلي الذي قدم نفسه للعالم في بداية مسيرته مع ساو باولو ومنتخب البرازيل، انتقل إلى ريال بيتيس عام 1998 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 30 مليون يورو، ليصبح حينها أغلى لاعب في العالم. وتوقع الجميع أن يطوع دينيلسون تلك المهارات الخرافية التي يمتلكها لخدمة الفريق الأندلسي، غير أنه سرعان ما تحول مثارا للسخرية بسبب مستوياته المتواضعة. ويكفي أن تعلم أنه لم يسجل سوى 13 هدفاً وصنع 3 خلال 186 مباراة شارك بها على مدار 7 أعوام مع بيتيس، وكان من أشهر ما قيل عنه من أحد المدربين: دينيلسون يستطيع مراوغة 11 لاعباً لكنه لا يصنع لنا هدفاً واحداً. بعد ذلك انتقل اللاعب نهائياً إلى بوردو الفرنسي بشكل مجاني، وواصل الترحال بين الأندية حتى اعتزل عام 2010. فيليبي كوتينيو، لم يتوقع أحد أن تتواجد الصفقة الأغلى في تاريخ برشلونة ضمن هذه القائمة. كوتينيو حارب الجميع في ليفربول حتى يحقق حلم الانتقال إلى البارسا في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، تم تقسيمها ل 120 مليون يورو بالإضافة ل 40 مليون يورو كمتغيرات، لم يدفع منها حتى الآن سوى 15 مليون يورو، أي أن تكلفة الصفقة وصلت ل 135 مليون يورو. وفي كامنو سارت الأمور مع كوتينيو بشكل جيد بالموسم قبل الماضي، لكن بانطلاق الموسم الماضي قدم اللاعب مردودا باهتا للغاية وكان تأثيره أقل من المتوقع بكثير، واكتفى بإحراز 11 هدفا وصناعة 5 في 54 مباراة، وهي أرقام لا تعكس قدرات اللاعب ولا ترضي تطلعات جماهير البارسا التي بدأت بإطلاق صافرات الاستهجان ضده. وحاليا بات اللاعب مرشحا بقوة لمغادرة البلوغرانا، حيث تؤكد التقارير أن إدارة النادي الكتالوني حددت مبلغ 120 مليون يورو لبيع اللاعب، أي بخسارة قدرها 15 مليون يورو، وهي قيمة مرشحة للزيادة إذا ما اضطر البارسا مثلا لبيع اللاعب بأقل من 120 مليون يورو. زلاتان إبراهيموفيتش، بعد أن وصل لقمة مستواه في الملاعب الإيطالية مع إنتر ميلان، انتقل النجم السويدي إلى برشلونة في صفقة كلفت النادي الكتالوني 65 مليون يورو مع تسريح أبرز هدافيه سامويل إيتو إلى النيراتزوري مقابل 20 مليون يورو فقط. زلاتان بصم على بداية جيدة مع البارسا، إلا أن اعتماد غوارديولا على طريقة لعب ترتكز كليا على ميسي خلقت العديد من الأزمات بينه وبين السويدي، فانخفض مستوى الأخير تدريجيا. وعلى الرغم من تسجيله ل 21 هدفا طوال الموسم، إلا أنه غاب عن الحسم في عديد المباريات وبدأ كنجم مقيد على عكس فترة تواجده في الكالتشيو، لتقرر إدارة البلوغرانا إعارته إلى ميلان في صيف 2010 ثم التخلي عنه نهائيا في العام التالي لنفس الفريق مقابل 24 مليون يورو فقط، أي بخسارة قدرها 41 مليون يورو مع إضافة قيمة إيتو سواء المادية أو الفنية. ريكاردو كاكا، بعد مسيرة رائعة وإنجازات عديدة مع ميلان
انتقل صاحب الكرة الذهبية لعام 2007 إلى ريال مدريد في صفقة مدوية بلغت قيمتها 67 مليون يورو في صيف 2009، وحينها تفاءلت جماهير الملك بالساحر الجديد وعقدوا عليه آمالا كبيرة، لكن الحصيلة كانت هزيلة ما بين تراجع فني وبدني وإصابات متكررة مع سوء استخدام من المدرب بلوغريني وسوء تعامل مع البرتغالي جوزي مورينيو، ليتعقد موقف اللاعب ويصبح حبيسا لدكة البدلاء. وبعد 4 مواسم محبطة في سانتياغو برنابيو سجل خلالها 29 هدفا فقط في 120 مباراة، عاد كاكا إلى ميلان في صفقة مجانية لم تكلف النادي الإيطالي سوى راتب اللاعب، لكنها كلفت ريال مدريد الكثير سواء بتراجع مستوى اللاعب أو بخسارة مبلغ انتقاله الضخم. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.